شخصية حقيقة جميلة، يعني في جوانب كثيرة. يمكن أنا أول مرة أسمع بحديث الأستاذ فهد خاصة عن الجوانب الفنية. يعني ذكر على نقطة مهمة جدا في النقاش مع المدرب في بداية المعسكر، وهذا يؤكد حقيقة أن الرجل طوال ال 23 أو 24 عام اللي قضاها في الرياضة يمتلك فكر كروي عالي. نقطة أخرى أشار لها لعملية المشاورة في القرار، مهم جدا في تقسيم مثلا مجلس أعضاء مجلس الإدارة في عملية اختيار اللاعبين. هناك فريق للاعبين المحليين وهناك فريق آخر لفريق اختيار اللاعب الأجانب. لذلك الفيصلي مميز دائما في اختياراته، وهو يعني من الأندية اللي تعيد صياغة اللاعب وتعيد ضبط مصنع اللاعب من جديد حتى يعود متوهج. وبالتالي أتصور أنه العمل التكاملي هو من أثمر بهذه البطولة الغالية اللي حصل عليها. أتصور أنه الفيصلي بشكل عام في الموسم المقبل ربما يكون يعني مثل ما ذكر الزميل عيد في حواره مع الأستاذ فهد المدرج، تكون فاتورته عالية جدا، لأنه أحيانا لما تحقق بطولة تزيد المطالب وتكون الضغوطات عليك أكبر. لكن بشكل عام أنا أتكلم على شخصية الأستاذ فهد المجلد. أنا أتصور وأتمنى حقيقة أن يستمع لرأيك أو لطلبك بوجود أنه يعني نستفيد من هذه الخبرة الطويلة صراحة للعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم. رجل حقيقة صاحب تأثير كبير، وأنا كان لي يعني في فترة سابقة حضرت إحدى الجمعيات العمومية لاتحاد القدم، واعرف مدى تاثير هذا الرجل في 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 منظومه كره القدم السعوديه. رجل لديه خبره واسعه وتاريخ طويل في الرياضه السعوديه. اتصور انه ان شاء الله خلال الفتره المقبله نستفيد منه. يعني حرصه على ناديه، حرصه على 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 الانديه بشكل عام، دائما في مطالباته في الاتحاد السعودي لكره القدم او من خلال اجتماعات الرابطه، يؤكد لك ان هذه الشخصيه قادره على النجاح في كرسي صاخب مثل كرسي الاتحاد السعودي لكرة القدم. أرجع وأكرر وأهني حقيقة برنامج كورة على هذا اللقاء، وأنصح أي رئيس نادي حقيقة وجود أي رئيس نادي يبغى بطولة يجي عندك في الاستوديو، وإن شاء الله موفق. وإنت ما شاء الله صرت تعطي حتى النتائج، يعني ثلاثة وفقت فيها كتوقع. أنا أقول لك يعني تمكاس دق علينا قلت ترى بجيكم بطولة، لا تدق علي تقول لي قول أبو فيصل أتخليني أعلم الحين زي ما أجد وأقول وش توقعك للسوبر. خلا قبل السوبر بيوم يومين نقول كل شيء.